أين حكام العرب؟ ماذا تريد من حكام العرب؟ إيش تريد منهم؟ بشر. وتوكل على الحي الذي لا يموت. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، لا عند الله لا عند غيره، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، لأن العبادة سبب لفتح باب الرزق، واشكروا له. إذن هذا الذي يطرأ على بالك هذا من التعلق بغير الله، وهذا الذي تسمع في الأخبار أحياناً بالخط العريض، أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ أين كذا؟ أين كذا؟ ماذا تريد منهم؟ جاء ركب بعد الهزيمة في أحد، أرادوا السفر فرآهم أبو سفيان، قال إلى أين؟ قالوا إلى المدينة، قال أخبروا محمداً عليه الصلاة والسلام ومن معه أننا نعد العدة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقضي عليهم ونستأصلهم، هزيمة ونقص عتاد وعدة. جاء الركب إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بخبر قريش والأحزاب، ماذا صنعوا؟ الذين قال لهم الناس الركب، إن الناس أي قريش والأحزاب قد جمعوا لكم جموع وجيوش، ماذا تصنع؟ أين حكام العرب؟ أين العروبة؟ لا، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش على الفور بأن يتجهز. خرج النبي صلى الله عليه وسلم على حدود المدينة ينتظر قدوم أحد، ما قدم أحد، من صرفهم؟ الله سبحانه. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. إذا ما يمكن أن نتعلق بالحكام، نتعلق بالوزراء بالأمراء، لا تطلب الرزق إلا من الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، فقراء إلى من؟ إلى الله مو إلى المخلوقين. هذا قبل أن تأتي النعمة، تتعلق بالله لا بغيره. جاءت النعم وأنعم الله سبحانه وتعالى عليك بنعم لا تعد ولا تحصى، ماذا تصنع؟ تشكرها. كيف تشكر النعم؟ تشكر النعم بالقلب واللسان والجوارح، تشكر النعم بالقلب إقرار واعتراف أن كل ما بك من نعمة فهي من الله، باللسان وأما بنعمة ربك بحدث. كيف أصبحت؟ بحمد الله. من أين لك هذا؟ هذا من فضل ربي. تذلل لسانك بالشكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، لا تقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله أني له أهل وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، أعوذ بالله، هذا شرك. بالجوارح تصرف هذه الجوارح في شكر المنعم لا في كفر المنعم. وكل نعمة بحسبها، نعمة النظر تنظر فيما أحل الله سبحانه وتعالى، السمع لا تسمع إلا ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولا تتكلم إلا فيما أحل الله سبحانه وتعالى. نعمة المال لا تنفق المال إلا في طاعة الله ولا تنفق في معصية الله، وإلا كانت نعمة كفرتها. أهل السنة والجماعة سأل الله يجعلني وإياكم منهم لا يذكرون القصص إلا نادرا، والقصص عندهم ليست للاحتجاج، الحجة في الكتاب والسنة، أما القصص تذكر للاستئناس وتذكر عارضة لا دائمة. قال ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه، جاء الكلب للأسد، جاء الكلب للأسد وقال يا ملك السباع، ملك الغابة، قال يا ملك السباع إن اسمي هذا خسيس لا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى فهد إلى كذا إلى كذا. أبى عليه الأسد وقال لا، إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب. قال لا تغير، لا أغير، تغير لا أغير. قال اسمع، خذ هذه القطعة من اللحم احفظها لي إلى الصباح، إن نجحت في الاختبار وغير اسمك وإلا فأنت كلب. فرح الكلب بهذا الاختبار السهل، أخذ القطعة ومشى ورجع إلى المكان الذي يأوي إليه، وأخذ طيلة الليل وفكر، جوع وبرد، كلب أسد يقدم رجل، آكل لا آكل، اشتد 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 عليه الجوع حتى
حتى قرب الفجر فما استطاع أن يتحمل. فقال الكلب: والله إن اسم الكلب اسم حسن، وأكل اللحم الذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة، ولا يصلح له إلا أسد، والذي لا يصبر عن المحرمات فهذا رضي بالخسة ولا يصلح له إلا كلب. وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، تخرج من المسجد تنظر أو لا تنظر، ترى نفسك أنت كلب أو أسد، والله أعلم.